معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، أهلا. نعم. كنت عايزة أسأل إن في شخص وقع في ضيقة مالية، الله و يحفظك يا شفيق. عايزك تدعي له أنت حاضر. والمستمعين بالله عليك. ربنا يغنيه من فضله فالوقت، ويقضي دينه ويفرج آمين يا كربه رب، يا رب العالمين. نعم. آمين يا رب العالمين. أنا عايز أسأل في الضيقة دي، أنا عايز أعرف إن هو دي ربنا ابتلاه بيها، يعني هو في جزء منها يعني غصب عنه، تراكمت عليه الديون، خسائر، مش عايز أعرف إن هو ربنا ابتلاه كده، يعني مش عارفة أسأل السؤال، بس قصدك يعني يعني ربنا هو ليه غضبان جزء عليه؟ كبير. قصدك يعني ربنا غضبان لا عليه مش عشان غضبان عمل عليه، فيه كده؟ او هو مثلا في مثلا نسبة ان هو ايه، يعني خسائر، استهان بحاجة دي لما وقع في بركة الديون. فانا عايز اعرف يعني هو عشان يستاهل كده ربنا وقعه في المصيبة دي؟ انا عايز افهم الحتة دي. طب عشان تشمتي فيه يعني صح؟ وتفرحي فيه ولا عشان لا لا، تدعي له؟ هو جوزي، هو طيب جوزي حلو كده. ومصيبته مصيبتي، هو اي جوزي الله ومصيبته عليك يا مصيبتي. الله. انا مصيبتي واحده، هو مصيبته اتنين، انه اهله، ان امه في الوقت ده مش عايزه حتى تساعده ماليا ولا معنويا. يعني هو ربنا كان في يغنيه الوقت عن ده ما هو الناس يصير، كلها يا رب يا يا رب رب يا يغنيه. رب. قولي كده، بس انا خلي دعائك: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك بحلالك عن ولا حرامك وبفضلك تحوجنا عمن، لأحد سواك. تمام كده؟ عايز اعرف اني رب اه انا عايز اعرف ان ربنا يعني اداله المحنه الإجابة دي عشان يطلع بيها اقوى. ده هي عندك انت، ازاي جوزك ازاي انت اكتر واحدة تعرفيه. الراجل ده انا ماشي، انا طول مرتاحه. عمره، اسمعي بس، طول عمره بيخاف ربنا وبيحاول، يعني ما ممكن كل بني آدم خطاء، يعني احنا ما فيش حد ملايكة، لكنه بيحاول يعني ان هو ياكل حلال، ولا هو مستهتر فبيحب بيخلط الحلال بالحرام، ما عندوش مشكلة. هو جزار، وبنذبح يعني احنا عندنا كل اسبوع، وكل اسبوع يعني بيطلع حاجه لله طب ما على طول، حلو لو اهو، حد غلبان اي حاجه الحمد بيجيله. لله. وامه دي لازم كل اسبوع يجيب لها لحمه ليها هي، وزبادي ليها هي بعد ما يخلص الدكان، وامه، وكل هو حاجه هي. امه راضي عليه؟ لما يكون كده بيديها راضي عنه. دلوقتي حلو. لما هو مش معاه، مرتك هي السبب في الديون دي، كلمة صبية معاش معنوية، مالكيش بس هي دعوة مش بقى، بيديها واضح بس ان هي ست معنوية كبيرة، هي ست كبيرة فما توقفيش على كلامها يعني. فانت بس قولي لي، كبيرة. ماشي كبيرة، بس تقول كلمة صبية في الوقت ده. معلش معلش، احنا مش هن طب وهسأل سؤال تاني، بس انا عايزة اعرف عقوق ال حقوق اه ايه؟ انا عايزة اعرف مثلا في حاجة اسمها عقوق الآباء للأبناء، عقوق الآباء للأبناء، فهو زعلان من أمه إن هي مش واقفة معاه لا، معنويا. ما يزعلش من أمه صح؟ خالص، ما يزعلش من أمه ولا يزعل أمه مش منه. قايلة كلمة حق في حقه. لا ومش هو مهم، مش زع... هو إز... هو زعلان عليها، هو زعلان عليها إن هي مش واقفة معاه معنويا، معلش معلش، الله وهي يهديها. بتجيبه تحط عليه وتقول له معلش إن مراتك، وأنا برضه الكلام مزعلني إن هي حطاني إني أنا السبب، ويعلم الله إني أنا بدبر ما الجنين معاه. تدخليش بينه وبين أمه، سيبيهم هما مع بعض. انت طيب ما هي اللي لا تقولي له مدخلاني غصب كلمة عني، هي حلوة اللي ولا كلمة وحشة، تقولي الكلمة الحلوة بس. وقولوا للناس حسنا كما أمرنا الله تعالى. ما تقوليش كلمة وحشة أبدا عن أمه، ولا تعلقي على أي حاجة بيقولها لك عن أمه. لما يجي يقول لك أمي قالت، قول له ما فيش مشكلة، معلش، ما هي برضه أمه، قلب الأم بيبقى محروق شوية على ابنها بس، ونقفل الباب. طيب هي ما بتقولش كلام حلو، ما الله ما فيش مشكلة، عادي يعني، احنا خلينا في مشكلتنا. وبعدين ما هيش مصيبة ولا حاجة، ان شاء الله زوجك فيه أزمة، وان شاء الله انت تقفي جنبه حتى لو الدنيا كلها اتخلت عنه، واجب عليك شرعا انك تقفي انت جنبه لحد ما يخرج من الأزمة دي ان شاء الله تعالى على خير. طالما أمه راضية عليه، أو هو بيجتهد إن هو يكسب رضا أمه، وهو بيتحرى الحلال والحمد لله ما بيأكلكوش حرام بفضل الله تعالى، وحصلت له أزمة في حياته فده ابتلاء. طب بعد الابتلاء ده عمل إيه بقى؟ قال الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، وبدأ يعيد حساباته مرة أخرى لحد ما يقف على رجليه،
يبقى ده ابتلاء خير، وربنا سبحانه وتعالى صرف عنه شر كان هيبقى أكبر بكتير من البلاء اللي هو فيه ده. أما بقى لو استقبل بلاء الله سبحانه وتعالى باعتراض وغضب وضجر وكفر وقال وسب دين والكلام ده، هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى لعله ينتابه ويعود إليه. فيبقى دورك أنت بقى إنك أولا تهديه وتقول له قدر الله وما شاء فعل، والمال اللي بعد عننا ده مش بتاعنا، لأنه لو بتاعنا كان ربنا جابه لكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزقك هيجيلك طالما بتاخده بالأسباب الحلال. طيب، واللي بيستعجل شيء قبل أوانه بيعاقب بحرمانه. فعشان كده يا أختنا خليك دايما جنب زوجك، مش مهم أمه بقى، شيل أمه من حساباتكم خالص، وخليه يرضيها ويكسب رضاها حتى لو كان هيجي على حسابكم انتوا، يعني يودلها زي ما بيودلها كل يوم الحاجات، حتى لو كان هيحرمكم انتوا شوية عشان يكسب رضاها، وهي يعني ناخدها على قد عقلها يعني. فانت تيجي على نفسك شوية، لكن هو ما يجيش على أمه خالص، وخليكي ما تدخليش بينهم وبين بعض، الله يرضى عنك. وانت حاولي تكسبي رضاها، هدية تتوددي إليها، طالما هي بتيجي بالحاجات البسيطة ديت وديلها انت كمان برضو شوية حاجات، وعودي كده في خدمتها إذا كان ده متاح. مش متاح يبقى ابعدي عن الموضوع ده خالص، وخليكي في بيتك وعيالك وزوجك، وربنا يصلح حالكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه، وأن ييسر أمره، وأن يقضي دينه، وأن يصب عليه من الخير العظيم صبا صبا. اللهم آمين.